السلام عليكم احبابي احباب القلب، مرحبا بكم في قناه وصفات اسمر. هذوما اطباقنا اللي قدمناهم في العرس وراح نعطيكم نظره عليهم كيفاش تخدموا هذه الاطباق تاع عدد 350 شخص. هنا رانا في قدام بابور تاع تيتانيك في جاي في بومرداس امام لا غار ولا محطه القطار. هذا البابور تاع تيتانيك مره يقول لك يديروه سبيطار، مره يقول لك يديروه مركز تجاري. هنا كان متواجده هذه صال ديفات نتاع لا توربلو، اسمها لا صال ديفات لا توربلو. صالة بسم الله ما شاء الله بزاف شابة وهايلة واسعة 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 ما تتصوروش، ترفد حتى 300 يعني امرأة لداخل في لاصال تاع النساء، سبيسيال تاع النساء. هذه لاصال هنايا سبيسيال تاع الرجال، وين هنا يقدموا لهم القهوة ولا لاتاي، وهذه لاصال كما راكم تشوفوا فيها هنايا وين يقدموا لهم العشاء ولا الغداء سبيسيال للرجال. كما ندخلوا لاصال تاع النساء هنايا ولا لاصال ديفات وين تقعد العروسة، يعني صال ديفات بزاف شابة وهايلة ونقية ما شاء الله. كما راكم تشوفوا مقابلتني هنا ثم كاين لاصال وين تقعد العروسة في الفوتاي تاعها، ولاصال كما راكم تشوفوا فيها ما شاء الله الأضواء نقية بزاف بزاف، وهذاك الورد يعني عطيها رونق ومنظر بزاف شباب. يعني صالة كما قلت لكم في سبقت وقلت لكم شابة ورائعة وهيلة، فيها كل شيء. واش متميز في هذه الصالة أنها واسعة ونقية، حتى الناس اللي فيها ولا الخدامين اللي فيها ولا مالين الصالة ما شاء الله عليهم، يعني الناس متربيين، ناس ثقة كونفيوس، يعني حاجتكم ما تروحش أبدا. كما راكم تشوفوا هنا لاصال ولا وين تريح العروسة، وين كان الفوتاي تاعها بزاف شباب وهايل. وكما راكم تشوفوا هذيك الشاشات الصغيرة ولا البلازما اللي تيلي بلازما اللي راكم تشوفوا فيهم، هذوك اللي يكونوا بعاد شوية على العروسة يقدروا يشوفوها في التلفازة، يعني تشوفوها على المباشر قدمهم تكون قريبة لهم. وكما كاكو تعرفوا باللي نسا يحبوا تقرعيج ويقرعجوا بزاف بزاف بأدق التفاصيل. وهناك ما تشوفوا الأضواء، حتى الأضواء يعطوا هذيك النظرة شابة ويعطوا هذيك الميزة الرائعة لهنا اللي يشوفوا اللي ما يكونش شباب ويدخل الصالة هذه واللي يبان هايل هايل، خاصة العروسة هذه كده كنتوا تحطوا فيها العيوب راح تبلكم بزاف شابة. هذه الكرسي راكم تشوفوا فيه يقعدوا فيه هذوك الناس الأكابر كما نقولوا احنا العجايز اللي ما يقدروش يقعدوا في الكراسي، يقعدوا في الفوتايات تاعهم ثماك سبيسيال ليهم. كما راكم تشوفوا رانا رايحين شغل هذه الصالة شغل ستاد، كما قلت بيونا ندير عرس نديرو في الصطاد. هذا تشوفوا هنايا العماريه، هذيك العماريه اللي يديروها تاع الجهه الغرب اللي يرفدوا فيها العروسه يبداو يمشوا فيها، راهي صاله كبيره يا حصره اللي يرفدها يعيا باش يوصل للكرسي تاعها لي ويضرب بها كما يحب. هنايا هذه هي الشمبره وين تقعد العروسه وتجيب يعني التبديله تاعها ولا تجيب التصديره كما نسموه، هنا وين تعلق الروب تاعها ولا القنادر ولا كل شيء، كل واحد كيفاش يسمي المنطقه ومنطقه. هنا حاشاكم كان الطواله تاعها كيف كيف، يعني كل شيء جاي في داخل هذه لا شومبر كيف كيف، ثم لاكوافوز وين تحط صوالحها. وهنا نعاودوا نرجعوا للصاله نتاعنا، الصاله كش قلت لكم شوفوا شحال كبيره ما شاء الله، ناسها ما شاء الله ناسها متربيين فيها، حتى قلت لكم هذه التلفازه وين راح تقدروا تشوفوا العروسه عن قريب، وكان كوتي ولا جهه من تم وين حيعشوا ويغدوا النساء تاعكم. هنا كانت تحضيرات كنت وجدت الصوالح تاع الشلاضه تاع الشلاضه اللي راح نقدموها في هذا العرس تاعنا، حتى في الثلاجه باش تقعد فريشكا وتقعد بارده. هنا كما راكم تشوفوا وين كاين هنا وين يحطوا الدوزان تاع القهوه حليب، وكاين كيف كيف حتى مول الكاطو تاع العرس كيجيبوه يحطوه في هذيك لا شومبر ثمك. هنا راني نوجد هنايا قبل ما نبدا العرس، وجدت هنا تاع طاجين الحلو، وجدت من هي ونخدم لاصالات، ومن كما راكم تشوفوا كل شيء راهم واجد لهي فوق الطايب وخالص. وهنا راكم تشوفوا فيا كيف كيف، هنا كما بدينا بسم الله غير ما دخلنا للصاله بدينا وجدنا كلش. هذه الكابه تاعي اللي فيها الاجهزه تاعي الخطيره الماس والروبو والمغرف اللي خلط بها، وهنا بدات الاعدادات وبدينا نوجدوا. وجدت البطاطا اللي يخدم بها البوراك، وجدت الكورجات هنايا مع القرعه والزروديه. هنا عندي هنا الماء فيه العظم اللي حيديروا يتغلى الفون باش نمرق به وتجي ماكلتنا بنينه. هنا غليت البطاطا حوالي 15 كيلو تاع بطاطا اللي راح نخدم بها 350 حبه تاع بوراك. هنا 3 كيلو تاع جزر و5 كيلو تاع 5 كيلو جزر 5 كيلو قرعه، ومعها كيلو تاع كرافس، ومعها واحد 2 كيلو تاع طماطم مصبر حتى 3 كيلو طماطم حبه عفوا حب، وحطيتهم يتغلوا.
انا البطه بعد ما معستها حط فيها حوالي 5 كيلو تاع فيون داشي طايبه مع البصل، وفلك حلو شويه تاع الملح، فلك حلو شويه تاع الملح برك، وشويه معدنوس، وحط معها زوج بايط تاع الجبن تاع الطلي اللي فيها كل بيدون فيه زوج كيلو، خلطتهم كلشي مع بعض، وراح نخدموا بها لافارس نتاع هذا البوراك، يعني بنين بزاف، نحطوا فيه نزيد له شويه تاع الملح وشويه فلك حلو اذا كان مسوس، نعاودوا نروليو البوراكه تاعنا كما راكم تشوفوا هنا، نحطوا شويه ونروليوها. انا خدمتهم كامل مع العشيه يعني في الليل باش دخلت باش خدمتهم باش كملت روحي على الخاطر، عندي 350 حبه تاع البوراك لازم نخدمهم كامل في هذيك الليله، خدمتهم حطيتهم في لي بلاطوهم والسنيوه تاعهم، وغطيتهم بالصاشيه باش ما يضربهمش الهواء، ويعني كان الحال بارد يعني ما تخافوش بالشق راسلكم ولا حاجه، يعني في البرد رانا في الشتاء ما تخافوش عليها، اذا كنتوا في الصيف لازمكم ديروهم في الثلاجه في الفريغو باش ما يقراسلكمش هذيك لافارس لداخل. هذا هو البوراك تاعنا راه وجد وخلص. من جهه اخرى بديت نوجد صوالحي تاع الطاجين الحلو ولا المرقه الحلوه، انا خدمت هنا المرقه الحلوه، كاين فرق بين المرقه الحلوه ولا الطاجين الحلو، اللحم الحلو، اللحم الحلو يجيب اللحم، والمرقه الحلوه ما فيهاش اللحم، هذا هو الفرق. انا خدمت لي الوردات نتاع المشمش اللي قسمت الحبه تاع المشمش على اثنين، خديت حبه حطيتها في الحبه الثانيه وحطيتها العكس تاعها باش نتحصلوا على ورده صغيره تاع المشمش. هنا دوك تشوفوا طريقه التزيين يعني حبه بحبه، تقدروا تزينوا بها كي تجيو ضيافكم، وتقدروا تقضوا نظره على هذا الاطباق. هنا كيف كيف العينه تاعي كيف شمختها في ماء سخون وخليتها معهم في الكسكس ونحطهم يتفوروا. هنايا باش نخدموا المثوم تاعنا حطيت اللحم، حطيت معها زوج كيلو تاع بصل، وحطيت معها الكم القرفة عود وشوية قرفة غبرة وشوية تاع الملح وفلفل الكحل. هنا عندي تاع الشربة وخليتهم باش نحمسهم في الليل، حمستهم في الليل وخليتهم غدو غدو ان شاء الله من ذاك الصباح باش بديت نطيب فيهم كيما راكم تشوفوا هنايا، غدو من ذاك يطلع النهار بديت شعلت لهم ديريكت مع شوية تاع الزيت وشوية تاع السمن وخليتهم يتقلاو مليح مليح. ما بيت الشربة كيف كيف حطيت فيها قصبر ملحي، حطيت فيها الفلفل الكحل، حطيت فيها الملح والقرفة عود وشوية قرفة قرفة عود وقرفة غبرة والفلفل العكري والطماطم مصبرة وخمسة كيلو تاع الملح مرحي، خمسة كيلو تاع بصل مرحي، وخليتهم يتقلاو يتقلاو مليح مليح. وهنا المرقة الحلوة واش درت فيها، درت فيها السمن وشوية تاع الزيت والسكر وخليتهم كمل تحمسوا شوية فقط هذاك يعني هذاك السكر طلق روحه. ومن بعد واش درت له درت له شي القرعة زوج قرعة تاع ماء الزهر وواحد حوالي واحد 3 لتر تاع الماء مع بيدون تاع السيلة تاع النورس تاع الدب هذاك، وزدلو يعني وخليتهم يتغلاو. هنا الشربة تاعي وجدت لها ريحه هذوك الخضروات كامل، فرقت من الداخل والماء تاع الخضره اللي كنت غليت فيها الماء عاودت وفرقت معهم وخليت كل شيء يطيب مع بعضه، خليته كل شيء يطيب مع بعضه. الزبيب راهو مازال في الماء نتاعو يعني يطلق روحه في الماء السخون. هنا بعد ذلك يعني طاجين المرقه حلوه يعني بعد ما هذاك لاصوص تاعو طيب لنا مع العسل والسكر راح نفرغوا فيه زبيب وخليه يغلي شويه. هنا رحت لكم جهه لافيسال حاشاكم وين يغسلوا الماء عن كامل، يعني كل شيء كاين الماتريال. هنا بعد مده عامين من هذه الصاله ما فتحتش من وقت كورونا حتى احنا كنا اول ما دشناها، ان شاء الله يكون فالخير عليهم. هاكم شفتوا الشوربه كيفاش راهي طيب، يعني درت لها الفريك حوالي 3 كيلو تاع فريك فيها الداخل، انتم عينكم ميزانكم في الفريك، كان الفريك اللي يتنفخ بزاف وكان ما يتنفخش. انا حطيت حوالي كيلو تاع فلفل حار كنت غسلته بيان سور وحطيته من الفوق، ومن بعد راح نزيد لها شويه حشيش شربه وشويه نعناع. هنا عندي الفيونداشي حوالي 20 كيلو تاع فيونداشي، حطيت فيها كيلو تاع الثوم مرحي، حطيت فيها الكمون وفلفل الكحل والملح، كمون فلفل الكحل الملح والمعدنوس، المعدنوس نحب نحطه في الكريات نتاع اللي بولات نوعية تاع المثوم، وحطيت فيها زوج حبات تاع البيض ونعجنو مليح مليح. اللي بولة تاعكم باش يجوا شابين وما يتفتحوا لكمش لازم تعجنوهم مليح مليح كما راكم تشوفوا. بعد ما كملت الكميه نحطوه ديريكت في كاسرونه. دوك نقول لكم الطريقه كيفاش راحين تمرقوا هذاك اللي بولة تاعكم وتجيكم بزاف بنان. هنا بعد ما خديت كملنا كامل هذيك الكميه تاع الفيون داشي كامل، يعني العرس هذا كان تاع لافامي سعدي، يعطيهم الف صحه وعافيه وان شاء الله العرس ربي يهنيه. شوفوا بعد هنا بعد ما طاب لي اللحم وكنت مرقته شويه زياده، يعني مرقته شويه باش نتحقق الصوص تاعو، نرفد منه ونفرغ في البولات، تقدروا حتى كميه صغيره تقدموا هذه الطريقه، ترفدوا من ثم وتفرغوا في البولات باش البنه تاع البولات والبنه تاع اللحم تعطي صوص بزاف بنينه وهايله. بهذه الطريقه نخذوا يعني نخلخلوا غير شويه كما راكم تشوفوا ونخلوه يطيب، نخلوه يطيب من بعد الوقت اللي يبدا يغلي نحركوه باش ما يلصقناش من تحت ونخلوه. هنا راح نروحوا تشوفوا هنا بعد ما نحيت ومن كان تفور لي
هذاك الزبيب، انا قلت زبيب هو المشمش تاعي، وحطيته في الصينيات كما هادو، والبرقوق كما راكم تشوفوا فيه درت له شويه عسيله نتاع هذاك المرقه الحلوه باش تلصق لي فيه الججلان. الججلان كان محمص شويه، كانت لافامي السعدي الله يبارك عليهم كانوا يحمصوا لي هذاك الججلان، حمصوه يعني نقصوا شويه عليا شويه خدمه، وراح نديروا به الديكور تاعنا تاع هذوك الحبات نتاع هذا العينه والبرقوق. ومن جهه اخرى رايحين نخدموا هنايا خلطه خفيفه سهله مهله نتاع السلطه، واللي كان عندي الكرومب الاحمر اللي كنا ندير به الديكور. انا عندي المايز وعندي الطوم وعندي المعدنوس، نخلطهم مع بعضهم باش نخلطوا واحد على واحد لافارس ولا واحد الحشوه بنينه وهايله وخفيفه، خير من نحطوا مايز وحده والطوم وحده وكل شيء وحده. ولكن خدمته بطريقتي الخاصه، انا نخدموا لافينيغريت هنا هو شحال عندي، عندي زوج لتلات نتاع الماء، زوج لتلات تاع الزيت، عفوا انا نخلط زوج لتلات تاع الزيت، وحطيت معاهم الزيت تاع الطون هذيك ما رميتهاش، فرغتها لداخل لافينيغريت باش تجيني فينيغريت تاعي شابه وبنينه. حطيت فيها شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل، فلفل الكحل ما تكثروش غير شويه، ولا مونطارد ولا هي الخردل. الخردل هنا حطيت تقريبا بحوالي ربع باطه تاع خردل اللي راكم تشوفوا فيها هنايا، ونحط قرعه تاع الخل كبيره، حطيت قرعه تاع خل كبيره. انتم هنا الخل تشوفوا من بعد كي تحركوه وتشوفوا تذوقوه، اذا كان ناقص حموضه زيدوا له شويه، واذا كان سوا خلوه كيما راه. هنا تقدروا تزيدوا له حتى ريتلا تاع زيت الزيتون باش تكون عندكم كميه كبيره وكونتيتي كبيره، على خاطر انا عندنا عرس ماشي عندنا يعني تاع الدار فقط، كما راكم تشوفوا فيه تقريبا بدون تاع خمسه، وكون زدنا له شويه بريتلا تاع زيت الزيتون راح يدير لنا بدون تاع خمسه تاع لافينيغريت، نحطوها بجيه يعني راني نوجد كل شيء مع قبل. هنا حطيت عندي حكمت الاناناس تاعي لي زانانا، الاناناس تاعي الماء تاعها ما نرميش، هنا الاناناس تقدروا الماء تاعها تفرغوه في المرقه الحلوه تاعكم. المرقه الحلوه تاعي تعمدت ما نديرهاش خثره بزاف، تكون شويه ليجي ولا مايها شويه باش تجينا ما تقهمش في الكوت تاعها، ما يقهمش كي ياكلوه الغاشي تاعنا ولا المعارض تاعنا. قسمت لي زانانا على اثنين على قسمين باش تكفيني الكونتيتي، على خاطر تقريبا بلاصيات ولا طبسي راح يدي بواحد من اثنين، كان لي ما يكونش طاجين الحلو ولا المرقه الحلوه. هنا عندي لي سوريز ولا الكرز المعلب اللي حطيته لداخل باش تحصل على وردات نتاع المشمش كما راكم تشوفوا فيه. هذا هو الديكور نتاعنا، سهل ماهل وخفيف وظريف، ان شاء الله تكون راني نفيدكم بهذا المعلومات نتاع هذا العرس تاع لافامي السعدي، ربي يهنيهم ان شاء الله وربي يهني العريس نتاعنا وربي يرزقوا الدريه الصالحه. راح نخدم لهم كيف لاتاي اللي كنت هنايا عندي ثلاث علب نتاع 250 غرام حوالي كيلو ورطل، يعني 250 غرام و250 غرام، استغفر الله، كيلو غير ارطل غير ربع، عفوا 250 غرام راه ورطل، و 250 غرام يعني 75 غرام نتاع لاتاي، نشمخو ونقطرو مليح ونديرو في 20 لتلة تاع الماء، 20 لتلة تاع الماء راح تكفيني هذه الكمية ولا الكم الهائل نتاع لافامي السعدي، يعني 350 معروض عندهم بين نساء ورجال، ونخليه يتغلى بعقلو يعني النار ماهي قوية ماهي هابطة بزاف. ونزيد هنا واش نحط لها، حط لها الجربة تاع نعناع يابس، الجربة تاع نعناع يابس ونخليه يغلي لمدة ساعة هكذاك، ومن بعد كي نصفيه راح نزيد له النعناع الأخضر ونحليه بالسكر عادي. الحلاوه انتم معاكم ميزانو نكونو نخلطوا فيه دوكا، وراح نروحوا رايحين نخدموا الشلاظه نتاعنا، راح نديروها بديكور يعني تقريب سامبل ولكن يعطي نظره شابه للصحن نتاعنا، بالاخص اللي كانوا الصحونه تاع بيوضة. حطيت فيها هذوك الورق نتاع الكرومبيط راكم تشوفوا فيه هنايا، قطعت الحبة تاع الكرومبيط اللي كانت كبيرة قطعوها على 6 ولا 8 بالطول تاعها، وإذا كانت صغيرة تقسموها على 4. فيه هذيك الورقة تاع الكرومبيط نحطوا شوية من الحشوة تاعنا تاع المايز والطون والمعدنوس، وحطينا الورق تاع الشلاظة كنا قطعناها رقيقة شوية وغسلناها مليح. حطيت هنا زرودية تكون مغلية، الجزر يكون مغلي، وقطعته على شكل دوائر، أنتم تقدروا تقطعوها على شكل مربعات. نحطوا كيف البيطراف تاعنا اللي كيف قطعته وكنت غليته وقطعته على شكل مربعات. هنا باعي يعني انا نصور ونطيب وسمو، ما نقدرش كل شيء نصوره على خطره واحده، لازم شغل من ذاك نخطف كيفاش راني نطيب، يعني ما نقدرش نصور وانا نطيب دي فور غير العظيم غير نعيا باش نصور فيديو هكذا. وزدت حطيت مع الخيار وحطيت مع الطماطم، يعني نعطيكم ديكور غير سامبل وخفيف، هما يعني يحبوا الشلاطه تاعهم تكون سهله وخفيفه وتتناول يعني ياكلوها، تكون كان شلاطه سامبل هكذا تتكل. حطيت فيها حبه حبيبه تاع الزيتون
وربع حبة تاع البيض يعني في الوسط فقط كما راكم تشوفوا هنايا. تزيين ساهل ماهل. راح نروحوا للقارص نتاعنا. هنا جبت الصحون الصغيره هذه، في كل صحن حطوا فيها 4 طرونشات يعني قارص صغار يعني قطع صغيره، وراح نرش عليها رشة تاع المعدنوس يعني باش يزيد لها هذاك البهاء في الصحن تاعنا، وراح نحطهم في الطاوله تاع التقديم نتاعنا. هذا هو كان القارص اللي كان اللي يحب القارص يديروه في الشوربه تاعو، وكان اللي يحب يديروه في البوراك باش يتكل البوراك نتاعهم ياكلو، كان اللي ما ياكلوش غير بلا قارص. راني هنايا راه مع التقليه تاع البوراك، يعني البوراك عياني باش قليته في 350 حبه تاع البوراك، كلت لي 5 ريتلات تاع الزيت، 5 ريتلات تاع الزيت بالتمام، يعني قطره ما قعدتش في البيدون، فرغتو يعني ما تفرغوش الزيت كامل ضربه واحده، فرغوا غير بشويه قسمة تقلو كما هكذا، وما لازمش المقله تاعكم تعمروها بزاف باش البوراك تاعكم ما يجيكمش زايد مزيت بزاف كما راكم تشوفوا. يعني غير ما تبدا تشوفوا المقله تاعكم نقصت الزيت، زيدوا لها الزيت غير بشويه بشويه باش تبدا كملوا اقلوه. راكم تشوفوا البوراك تاعي بعد ما قليته حطيت له الورق تحت باش ما يجيش مزيت بزاف، وغطيته من الفوق وجدتهم كامل في البلاو والصينيات. وهنايا كانوا لي سيرفور ما شاء الله عليهم، يعني ما شاء الله نعم الناس متربيين متخلقين، وكذلك امانه الحفظ والصون، الحفظ والصون عجبوني في هذو بزاف بزاف ما شاء الله. ما نحكي لكم يعني نحكي لكم حاجه اللي شفتها بعيني، وشفتها كما رحت اماكن اخرى واماكن هذا شيء مختلف، يعني ما شاء الله عليهم. انا حطيت لي كارت فيزيت تاعي فوق الحبه تاع البنان، اللي حب يتصل اللي يتصل مرحبا به، الزوالي المرفه اللي كان مرحبا به، واللي ما عندوش نخدموا له العين والراس. راكم تشوفوا هنا الديكور تاعنا حبيبه تاع البرقوق مع هذيك الورده تاع المشمش، هذيك شويه زبيب اناناس ولوز ايفيلي. وهنا كانت الشربه تاعنا واجده، الله الله ما عشيش الشربه من فوق. وهذا هو المثوم تاعنا باللوز، مثوم عاصمي ما شاء الله، هو بني واحد البناء وما نحكي لكمش واش نقول لكم. هذه وصفتنا تاع نهار اليوم، وصفاتنا تاع نهار اليوم وعرس سعدي، نقول لهم بزيان السعد ان شاء الله، وان شاء الله العقابه والذريه الصالحه. شوفوا واش كتبوا لي عائله سعدي في الميسنجر، يعني هذا هو الكلام يحفز ويزيد ويزيد ويزيد. هذا ما كانت اطبقنا تاع عرس سعدي، ان شاء الله ربي يهنيه وربي يعطيه الذريه الصالحه، وان شاء الله بزيان السعد. سلام.